كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن حادث سقوط طيارة مسيرة في مدينة طابة، واللي طبعا تم تشكيل لجنة لمعرفة مصدر هذا السقوط، تم الإعلان عن نتائج التحقيقات، واللي قالت أنه بتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن 2 طيارة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال. صحيح، وتم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، بالإضافة لسقوط الأخرى في طابة. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وفية معانا على الهاتف دلوقتي اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا. صباح الخير لحضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. وفي البداية لو حضرتك توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين توصيف سقوط أجسام وليس صاروخ، وهل ده بيكون نتيجة اعتراض لصاروخ، ولا الصاروخ بيفقد مدى ويسقط؟ يعني عايزين نعرف من حضرتك، تشرح لنا هذا البيان وتشرح لنا المشهد يا فندم. صباح الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. المشهد ده يعني نبنيه على آخر مرحلة في ما قاله هو المتحدث العسكري المصري، ولكن نعود للخلف قليل ونقول أن مصر في البداية حذرت من اتساع دائرة الصراع، وأن القهر اللي بيتعرض الشعب الفلسطيني ممكن أن يولد مزيد من ردود الفعل، وقد تكون ردود فعل من خارج الدائرة. الهدفين او البقايا الصاروخين او بقايا الطائرتين المسيرتين اللي سقطوا على مقربه من طابه ومن نويبع، قيل انهم قادمان من الجنوب، يعني، وقيل جنوب البحر الاحمر. هذا الكلام يشير الى جنوب البحر الاحمر، يبعد عن هذه النقطه حوالي 3000 كيلو. فإذا كان شيء أطلق، إذا كان أطلق من جنوب البحر الأحمر وقطع مسافة تقارب 3000 أو تقل، يبقى التوجيه هنا صعب للغاية، يعني الانحراف بين طابة وبين إيلات 10 كيلو. لما أكون بأطلق هدف من مسافة قرب 3000 كيلو وانحراف 10 كيلو، ده لا يذكر. وبالتالي الاحتمال الأكبر أن هذا الإطلاق كان يستهدف جنوب إسرائيل، كان يستهدف إيلات وشمالها داخل إسرائيل. أما الانحراف البسيط ده اللي يؤدي إلى 10 أو 15 كيلو لا يذكر على هذه المسافة. يعني عاوزين نلغي أن الهدفين دول مستهدفين لمصر. هذا مش وارد. واتجاه الجنوب لا يأتي منه شيء يستهدف مصر. الجنوب ده البحر الأحمر، السودان، المملكة العربية السعودية، اليمن، جيبوتي. اليمن فيها بعض وكلاء إيران، في المنطقة. لكن لا نستطيع أن نشير بدقة على من أطلق هذا، ولكن نقول هناك احتمالات بكذا. فالهدفين دول، أول استنتاج رئيسي أنهم قادمان من الجنوب، ثاني استنتاج أنهما لا يستهدفان، قادمان وأي انحراف طفيف يمين أو شمال سيقع بعيد عن الهدف، لأن إيلات في المنطقة دي منطقة ضيقة للغاية بين العقبة شرقا وطابة غربا عندنا. يعني المدى كمان ممكن اللي بينتبه اذا كان على انحراف يمينا او يسارا. طيب سياده اللواء، الصوت مش واضح، لكن كنا حابين نفهم ونفهم الساده المشاهدين اكتر عن ما هي الطائرة المسيرة، عشان في بعض الناس برضو بتسأل يعني ايه طائرة مسيرة، بتحمل صاروخ، حجم الصاروخ عامل ازاي يا فندم، مدى الصاروخ ممكن يكون عامل ازاي؟ عبارة عن ما زال الصوت غير واضح يا سيادة اللواء، بس لو حضرتك تغير المكان. هل الصوت مش مسموع كويس؟ اتفضل يا فندم. تمام، حضرتك سامعني كويس؟ اه تمام يا فندم، اتفضل. انا كده بعدت عن الامتياز الكوني، حضرتك سامعني كده؟ اتفضل يا فندم، سامع حضرتك، اتفضل. الطائرة المسيرة عبارة عن مركبة بمحرك ما فيهاش طيار، يعني هي يطلق عليها غير مأهولة لأن ما فيش حد بياخدها، ولكنها توجه أرضيا باستخدام الأقمار الصناعية، يعني مثلث بين المطلق والهدف والقمر الصناعي والمركبة نفسها. ممكن تكون بكاميرات للاستطلاع، ممكن يكون محمل فيها عبوة ناسفة لما توصل للهدف وتصطدم به هتنفجر جواه وتحدث به خسائر. هذه المركبات
حجمها من اول ما يشابه الطياره العاديه الصغيره الى ان يصل الى مرحله اقل يطلق عليها الجراد، مرحله اقل واقل يطلق عليها الذباب، دي قد تكون بحجم الكف مرتين ثلاثه. ده شكل المركبات المسيره بدون طياره. الاحتمال الاكبر، الاحتمال الاكبر انها كانت تستهدف هدف جنوب اسرائيل وانحرفت عنه شرقا او غربا، او لم تستطع ان تكمل الى داخل العمق في صحراء النقب وسقطت على الحدود المصريه. الكلام ده بيحدده ما يعني ما يشابه في الشرطه يعني قص الحقائق او الادله الجنائيه من شكل البقايا، من نوعيتها، قد يكون مكتوب عليها جهه اصدار، قد يكون تقارن باشياء سابقه. طبعا يعني نشكر حضرتك اللواء محمد قشقوش مستشار الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا، بنشكر حضرتك طبعا على كل هذه الايضاحات والشرح لما حدث بالامس ايضا وشرح البيان العسكري. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.